هي العليا تحييكم وترحب بكم في عدد جديد وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا ويشرفنا أن نلقاكم في عدد اليوم في لعبة جديدة. اللعبة اليوم متعلقة بشيء يسمى الذكاء اللغوي. رح نعطيكم في كل مجموعة حروف. هذه الحروف رح نبدأ بالمجموعة الأولى ثم المجموعة الثانية. المطلوب تكوين أطول كلمة بالحروف التي سأعطيكم إياها، أطول كلمة ممكنة. رقم اثنين، أكبر عدد من الكلمات الفرعية اللي نخرجوها من الحروف هذه، معناها نكونوا نديروا زوج حوايج، أطول كلمة، أكبر عدد ممكن من الكلمات من هذه الحروف. نبدأ بالمجموعة الأولى، الحروف تاعكم هي التاء، ألف، فاء، راء، سين، ألف، نون. الألف بدون همزة، هادو سبع حروف. المجموعة الثانية حروفكم هي، المجموعة الثانية حروفكم هي السين، لام، ألف، تاء، ميم، ألف، سين. الآن المطلوب أطول كلمة ممكن تخرجوها بهذه الحروف السبعة. رقم اثنين، أكبر عدد ممكن من الكلمات. تفضلوا، الوقت المتاح تقريبا دقيقة ونص. أطول كلمة نخرجوها من هذه الحروف لازم يكون عندها معنى. كلمة عندها معنى، الشرط الثاني يكون عندها معنى، وما لازمش يكون اسم تاع إنسان أو اسم تاع بلد. ما لازمش يكون اسم تاع إنسان أو اسم تاع بلد، حتى في الكلمات الفرعية ما تديرش اسم تاع إنسان أو اسم بلد. لقاء لطفي وقيلة الكلمة الطويلة مليح. روحوا الآن الكلمات الصغيرة، شحال كلمة صغيرة تقدروا ديروا أكبر عدد كما نرى اللي مداير واحد اثنين بالنسبة لكم توما، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، داير سبع كلمات. أربعة أنا جاي في طريق. تفضلوا. الكلمة الكبيرة كاينة واحدة، نضطر باش نوقف المجموعتين. المجموعة الأولى أعطونا الكلمة الطويلة تاعكم اللي لقيتوها. ما لقيتوش؟ صار رأس، فرن، رأس، فرن، ايه، ستار، أفات، سانا. نعاود لي. رأس، ايه، فرن، رأس، ايه، فرن، ستار، ستار، صحيح، أفات، أفات، صحيح، سانا. سنة لا لا سنة راهي مفتوحة، سنة سنة تنت مربوطة. هاو نقدر نزيد نضيف لكم كلمات، سر، فأر، نفس، إسراف، ناس، فرس، أنفاس. روحوا انتم المجموعة الثانية، الكلمة الطويلة، كلمة طويلة بالحروف تاعكم. استسلام. أسنى قبل برك إيهاب، بالنسبة للكلمة تاعكم الطويلة هي شوف استنفار. استنفار مش معنى استنفار؟ استنفار هو أننا عندما يعني يكون قدامنا هكذا كاش خطر ولا كاش عامل حبينا نديره، نستنفر إليه، نضوقع، استنفار، نستنفر، ننهض جميعا. استنفار أي أننا ننهض جميعا. الكلمة تاعكم هي استسلام. استسلام صحيح. والكلمة الصغيرة أعطيني كلمات. لمسة، لمسة، التماس، التماس، إيه، ماس، ماس، سلام، سلام، تماس، تماس، لمسة، لمسة، لمسة ما كاش لأن التاء مفتوحة. قتل، زيد، آلام، آلام، أم سما، سم، اسمه لا 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 هذه غلطة. نزيد نضيف لكم كلمات أخرى. أساس، أساس، زيد، إسلام،
لأن كلمة سلام زيد لها غير تولي إسلام تام سام سم أساس دنا أساس نعم دنا هد اللعبة هد اللعبة التي قد تبدو بسيطة وش الفائدة منها الله يجزيكم تخدم مخك شي فاش بالذات هي كل ألعاب نخدموا فيهم مخنا هنا فاش اللعبة الفايدة بدات هنا يا باش الإنسان يعرف الرصيد اللغوي تاعو لأنه شوف نعطيكم واحد المعلومة الناس يعني أغلبية الناس رصيدهم اللغوي لا يتجاوز 250 كلمة كاين الناس واش يعرف الحمد لله يعطيكم الصحة لاباس بخير مع أن الإنسان علميا يقولوا من سن 3 سنوات كي يبدأ ينطق حتى لسن 8 سنوات يقدر يتعلم 18,000 كلمة هذا التمرين البسيط يزيد يقوي عندنا وهذا التمرين يستحسن أنه يتندار أمام يكون قدامنا قاموس باش في حالة ما إذا كملنا الوقت تاع اللعبة نروح للقاموس نبدأ نحوسوا على الكلمات اللي تكون من هذه الحروف هذه فنسأل الله تعالى السداد والتوفيق الآن سنمر إلى موضوع عددنا اليوم والذي دائما سنعرفه كالعادة بعد لحظات نعرف موضوع حلقة اليوم في حصته العليا بعد المقدمة التي سيقرأها على مسامعنا سفيان فليتفضل تقاس الدول بمدى تعلم أبنائها في مختلف العلوم ولهذا كان من المهم على من هم في سن التمدرس أن يتعلموا ويدرسوا ليرتقوا بأنفسهم وبأوطانهم من هذا المنطلق انحث الإسلام على العلم واعتبره فريضة على كل مسلم مساهمة منها في رفع الوعي لدى المراهق ها هي العليا تتناول موضوع المراهقة والدراسة في عددها اليوم شكرا الله يجزيك سفيان يبدو لي أن الموضوع بان اللي راح نناقشه اليوم وهو المراهق وعلاقته بالدراسة وهذا الموضوع يحتاج منا إلى شيء من الشرح والإطناب وفي الشرح حتى يعني أننا نتعمق شوية في الشرح والحديث والمناقشة علاش لأنه كثير من أبنائنا المراهقين اليوم مش عارف إذا كراكم تلاحظوا هذا الشيء أنهم يستهينون بمسألة الدراسة وعملية التعلم حتى وين سمحنا اليوم نسمع واحد الشعارات هكذا يرفدوهم أولادنا ويناديو بهم يقول لك واش اللي قرا بكري واللي قرا واش داروا هذا هو واللي قرا وين وصلوا ماكش بلاد تاع قرايه هذا صحيح يقول لك ما ماكش بلاد تاع قرايه ماكش تاع قرايه وكأن اصبح هذا العلم والدراسه هذه صبحت امر هين وحاجه سهله مع انه في المقدمه كما كان يقرا على مسامعنا سفيان الامم اللي تتطور هي الامم اللي تتطور بالعلم ولهذا عليه الصلاه والسلام قال من اراد الدنيا فعليه بالعلم ومن اراد الاخره فعليه بالعلم ومن ارادهما معا يعني الدنيا والاخره فعليه بالعلم بلا العلم ما كان حتى حاجه وعلى هذه واحد زميلي كان يدرس في الجامعة يحكي لي على قصة وقعت له في المدرج مع الطلبة في الجامعة قال كنت نهضر لهم قال الحصة الأولى الأستاذ دايما باش ينبه الطلبة للعملية التعلم خاصة بعض الطلبة يدخلوا الجامعة يقول لك الجامعة التحرر ما نقراش ما كذا فواحد من الطلبة قال لي رفد يده وقال له يا شيخ أك تهضرنا على العلم والتعلم مش قيمة العلم مش قيمة القراية واش راكم دايرين نتوما حتى راكم اساتذه في الجامعه واش درتوا بالقرايه هذه تاعكم فقال لي انا ما لقيتش باش نجاوبه يعني ما لقيتش اجابه نقعد انا نشرح له نقعد ندير قال قلت له ما هي اول ايه نزلت على النبي عليه الصلاه والسلام هذاك قال له اول ايه نزلت هي اقرا باسم ربك الذي خلق قال له على حسب الهضره تاعك يبدو لي راك غلط واش كنت تهضر قال له على حسب الهضرة تاعك انت واش كنت تهضر قبيل اول ايه هي كل باسم ربك الذي خلق ماشي اقرا باسم ربك الذي خلق قالوا لا شيخ اول ايه نزلت هي اقرا باسم ربك الذي خلق قالوا ما لا يا وليدي الان ما تخلينيش اوجن في عقلي منا تقول لي اول ايه نزلت اقرا ومنا تقول لي واش قيمه العلم واش قيمه الدراسه قال لي بهذا المعنى الذي قد يبدو بسيطا قال لي سكت هذاك الطالب وفهم باللي القضية هي قضية أن ربي هو الذي
قرر من سبع سماوات قيمة العلم وقيمة الدراسة، وهو اللي قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ونجيو احنا في هذا الوقت نلقاو باللي ولادنا في كثير من الأحيان ما يمدوش قيمة للدراسة، ما يمدوش قيمة للقراية، وتلقاهم تعبانين بالبزاف وما يعرفوا قيمتها غير كي يكبروا. ومن بعد كي يكبر يولي في عمره 45 50 سنة يقول لك من بين الحوايج اللي ندمت عليهم في حياتي هو أنني ما قريتش. ومن بعد تما أحيانا ما ينفعش الندم. أنا تلاقيت مع إنسان كان في عمره 39 سنة، كنت نهضر على موضوع واسمه راحة البال، خطر احنا بزاف ناس تقصيه تقول له واش راك لاباس مرتاح، يقول لك الحمد لله ما شاء الله. لو أنني نطرح سؤال على أي واحد نقول له ما معنى راحة البال، راحة البال واحد يقول لك نحس روحي مليح، نحس روحي مرتاح. راحة البال علميا تعرفوا شنو هي؟ زوج حوايج. راحة البال أن تكون القيم الموجودة بداخلك موجودة في واقعك، يعني الحوايج المهمين في حياتك راك عايشهم. رقم اثنين هي أن تكون خاليا من المشاعر السلبية، معناه ما عندكش الخوف بزاف، ما عندكش الغضب بزاف، ما عندكش الشك بزاف، هذه هي راحة البال. كي كنت نهضر في الموضوع قال لي أنا مانيش مرتاح إذن، قلت له غير الخير علاش؟ قال لي كاينة حاجة عندها قيمة في داخلي بصح ماهيش موجودة في الواقع تاعي. قلت له وشنو هي؟ قال لي العلم، دراسة. قال لي أنا خرجت في سنة أولى ثانوي وراني في عمري 39 سنة وراني نتحسر إلى يومنا هذا علاش ما قريتش. قلت له نقول لك حاجة باش تولي مرتاح البال، تعرف واش دير؟ الآن لازمك ترجع للدراسة. ورجع للدراسة، وهذا الإنسان هذا اليوم راه في الجامعة وراه في الماستر يعني في هاد السنة، والعام الجاي وراه معول باش يكمل الدكتوراه. بمجرد رجع للدراسة تاعه، ورجع سنة أولى ثانوي ثانية ثانوي ثالثة ثانوي وجاب البكالوريا، والله غير يكلمني في الهاتف في كثير من الأحيان يقول لي والله غير مفروض أنت تسلمك على راسك في كل لحظة. نقول له علاش؟ يقول لي هذا وين بديت نحس براحة البال الحقيقية. بزاف ولادنا راهم عندهم فرصة كبيرة باش يقراو وما مش يقراو، ومن بعد نهار يجي وقت وين يندموا يعشوا ويتحسروا ويندموا وقال علاش ما قريناش. ولهذا جاء موضوع تاع هي العليا نتكلموا على الدراسة. راح نطرح لكم السؤال الأول وما دابيا تناقشوا فيه، هي ما هي نظرة المراهقين تاع اليوم للدراسة؟ نظرة سلبية. هو يقول لك انه احنا نقرا على جال الوالديه فرصوني باش نحنق، ما يروحش برغبه للتعلم، ما يروحش متحمس للدراسه. هو يروح للدراسه باش تلاقى اصحابه، باش يقصر، باش يجوز وقته بالاساتذه، يعاود يولي للدار وكانه شغل ما عنده ما يدير. قرا ما عندوش حاجه، ما الهدف تاعو من الدراسه هو يجوز الوقت وباش ويروح. كان يقول لوالده ما تروحش تقرا يفرح. كاين مرات احنا نسمعوا في القسم يقول لنا زعما نقولوا هذا دا 18، يقول له انت تدي 18، قول انا كندير 18 يديروا لي عرس. هما شغل شايفين هذيك الدراسه شغل كان ما يديرهاش ما حاش ينجح، ماشي يعني ما ينجحش بين مع والده، شغل يغلقوا عليه يعاقبوه ينحيوا له كونيكسيون تيليفزيون ما يزيدش يخرج، مي شغل ما يعيش كان ما انت لازم يروح على جال والده ماشي باش يحف باش يتعلم باش يدير حياته باش يخدم ويدير حياته. يعني إيهاب حب يقول بانه في حدود واش يشوف هو، ان الاغلبيه تاع المراهقين اللي في حدود واش يشوف العلاقه تاعهم بالقرايه هي علاقه سلبيه، هي علاقه حتميه تاع لازم نقرا لانه والديا وخلاص. تفضل. كاين اللي يقرا باسكو يشوف القرايه دراهم، كاين اللي راح يقرا يقول لك نصوطي العوام من بعدها نجيب الباك ندير نيمبورت كل حاجه، المهم تكون عندي اون باي، المهم نخلص، المهم قال قريت و صح. وهذا حقيقه صح لاميس، هذا من اكبر الاخطاء اللي ممكن يرتكبهم المراهق ولا هذا اللي راه متمدرس، انه يربط القرايه بالدراهم. لانه العلم شيء والدراهم شيء اخر. تقدر بالشهاده تاعك تجيب المال حقيقه، بصح تقدر بالشهاده تاعك ما تلقاش عمل، لكن هل معناها ما لقيتش عمل بالشهاده في المجتمع؟ حكيت دير مكانه في المجتمع، دير مكانه بينك وبين نفسك. ربي عز وجل من فوق سبع سماوات قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مستحيل. وهذا سؤال استنكاري، معناها شغل يعني يقدروا يتساووا. ربي قال في القران يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. وهنايا مدبيا صحح واحد الخطا اللي وقعوا فيه كثير من ابناء تاعنا اللي هما في سنكم، هما يقول لك كاين حاجه واسمها علوم الدين وحاجه واسمها علوم تاع الدنيا. هذا التقسيم هذا ما عندناش احنا في الاسلام، ما كانش منه في الحقيقه. كل علم يقربك الى الله فهو علم يرضي الله. بمعنى هل ممكن تتقرب بالرياضيات الى الله؟ نعم اكيد.
هل ممكن تتقرب بالفيزياء الى الله؟ نعم. ممكن جدا. هل ممكن تتقرب بالصيدله الى الله؟ اليوم هذاك اليوم الشاب هذا اللي ينجح في الصيدله ويخدم الدول المسلمين باش يوليو ما يجيبوش الدواء من البلدان تاع، هذا ممكن جدا راه قريب من ربي اكثر من هذاك الانسان اللي راه مثلا يدير فيه اللي قال مثلا او يقرا في بعض العلوم الشرعيه ويكون قريب من ربي اكثر منه، بشرط ان يكون علمه ذلك خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. هذا هو. مرحبا. كنا في مجلس. أيوة. واحد أستاذ يعني طرح علينا سؤال، قالنا مادة شيء ماذا تحب؟ ما هو شيء الذي تحبه؟ كل واحد وش قال؟ واحد لانفورماتيك، واحد شوكولا، واحد ديما، واحد صلاة، كل واحد قالهم كيف أنتم ما تحبوا هذو ما قا وما توصلوش تقرأوا؟ باسكو حتى واحد فيكم ما قال لي نحب الدراسة. ما شتوف العقلية تاعنا تاع المراهقين تاع الطلبة قا حتى واحد ما يقول لك نحب قرايه. صحيح، ولا واحد قال نحب القرايه. ولا واحد. هنا برك من هذا الباب باش كاين واحد المعتقد في رصاننا لازم ننحيوه. كاين بزاف اللي يقولوا هذا يعرف يقرا وهذا ما يعرفش يقرا. هذا عندنا امكانيات واحد ربي خلقنا. هذا عمره ما كان صحيح. تعرفوا شنو صحيح؟ هذا يحب يقرا وهذا ما يحبش يقرا. والدليل ان الماده اللي تحب تقراها تخدم فيها. تخدم فيها. فيها اللي تحبها تخدم فيها، والماده اللي ما تحبهاش ما تخدمش فيها. معناها ما كانش واحد يعرف يقرا واحد ما يعرفش يقرا. خلينا، كاين الناس اللي عندهم خلل على مستوى الدماغ، هذاك خلل عضوي ما يقدرش يقرا، ما عندوش التحصيل. بصح الناس اللي عاديين وفي رصان ولا بس، ما كانش واحد يعرف يقرا واحد ما يعرفش يقرا. كاين واحد يحب واحد ما يحبش يقرا. كاين اللي يربط الماده باستاذها. صحيح. اكبر خطا يعني يعتمد التلميذ في الدراسه تاعو. الاستاذ ما يعجبوش بالك الاستاذ هذاك شويه مزير، ما يعجبوش يقول الماده هذيك الماده عشان نكرهها. يقول لك الاستاذ هنا في الدراسه، الاستاذ يلعب دور كبير. صحيح. كاين مرات نقول وفي وكان نشوف باش المراهق يولي يحب الدراسة لازم من الصغر تاعو نرجعه يحب الدراسة. وفي كثير من البلدان وفي البلدان تاعنا كاين هاد النقطة بزاف، الأطفال كيكونوا صغار ما كاش عفسة تموتيفيهم باش يقراو، يلقاو يروحوا يقراو في الجزائر، يروحوا يقراو يوليو يقراو يزيدوا لهم خدمه في الدار، يزيدوا يخدموا. هما بالنسبه كي كبروا يشوفوا في القرايه خدمه وخلاص يخدموا فيها، ما كان حتى عفسه. كان من صغر تاعهم كي كانوا يروحوا يقراو كانوا موتيفيهم، كانوا كاين البروغرام في كلش، مام في كانت تماك الاطفال من الصغر يوالفوا بالقرايه ولو يحبوها من صغر تاعهم، كي كبروا ويكبروا وما يحبوها. بصح في كثير من البلدان كاين هذه ما كاش اللي ترجع. هو هنا هشام راه يتكلم على حاجه مهمه جدا اللي هي قضيه، هذا هو اولا التحفيز، ثاني توفير الجو هذاك اللي به الطالب يعود او صح. لا مهمه. انا نعاود نولي لكلامك وين قلت لنا بلي كاين واحد يحب يقرا واحد ما يحبش يقرا. انا نقول لك كاين واحد عرف يستغل قدراته في الدراسه وكاين ما عرفش يستغل. صحيح. صح. الجو يلعب دور كبير في الدراسه. الجو دوكا تاع المدارس. واش الجو؟ ماشي الجو تاع السخانه والبروده. لا صح. الجو تاع الاساتذه. الجو تاع يعني اغلب للاسف اغلب المدارس ما راهيش ما عندهاش جو يؤهل التلميذ باش يقرا. الجو ابسط الامور، نعطيك ابسط الامور، صبيغه تاع القسم. تلقى واحد لي كولور تشمئز شيخ كي تدخل تاع واحد الضوء واحد تاع اللي هذيك سخيفه صغيره صغيفه مسح هذيك تلعب دور كبير. والله تلعب ابسط الامور هذه الصبيغه، ابسط الامور الاقسام، وبعد نمروا لحاجه واحده اخرى واللي هي الاساتذه والاداره. اساليب تاع الاساتذه كي يشرحوا شوف قبل الشرح التلميذ كي يروح يدرس زعما احنا نقولوا ثانويه ولا ابتدائيه ولا كي يدخل يقرا ديجا الوجه تاع الاداره وتاع المسؤولين ولا يلعب دور. انت وعلاش انت كاستاذ ولا كمسؤول في الاداره وعلاش تستقبل تلميذ مع الصباح بهذيك الطريقه؟
حتى وصلنا نسمعوا كلام لا كلام غير عادي يعني انت ما تكون داير والو معصب حتى ربي وصبح ناوي تقرا هنا هنا يبدو لي راكي ضغطتي حاجه عند سفيان وحبي حاب يخطف منك لا كنبداو نحكيو اشياء ما تقبلها استاذ في القسم مقبل 50 تلميذ يدير اشياء ما تصورش في عقلك انا مره كي تشوفها في الزنقه شغل تقول انا في الزنقه كاين اللي مربي كاين وشنو ثاني ايهاب ثاني لازمنا نكونوا ثاني صحيح لازمنا نكونوا منصفين لازمنا نكونوا منصفين هو انه ثاني حتى في الشق الاخر كاين تلاميذ اللي يخرجوا له القرون للاستاذ ماشي غير يخرجوا له القرون للاستاذ كي نجوا نشوفوا يعني الاستاذ كل يوم يعني الرساله اللي صحيح فيها صحيح وتخيل انت نفسك زود كل قسم زعما عندك معاه زود سوايع تقعد تعاود فيها ماشي سهل ماشي سهل ماشي سهل ماشي سهل ماشي سهل يعني الا انه لابد ان يؤدي دوره على احسن حال انا معك فهنا معديره غير تسامحني ايهاب ورايحين نرجعوا ان شاء الله رايحين نروحوا نسمعوا شويه بعض الاراء تاع بعض الشباب من المراهقين وحتى بعض الناس الكبار يقولوا لنا على قضيه المراهقه والدراسه وش علاقه ابنائنا من المراهقين اليوم بالدراسه ونرجع ان شاء الله دراسه احنا بطلنا صغار منين ميزيريه شويه فهمتني الظروف كانت صعيبه شويه المعيشه غاليه بطلنا صغار والحمد لله أنا خدامين دراسة عن المراهق كما يقول إنسان إنسان كما يقول يطلب العلم الصحيح والأفكار يعني تكون صحيحة باش يولي ينضبط على العقل على العقل السليم دراسة عن المراهق لازم تراقبه لازم تكون تعسو تزيرو باش يقرا باش كما كاش دوكا قاعد دير له انت الانترنت تلقاو في الدار تيبو غير الكونيكسيون في الدار ما كاش قرا باش تقول لي زعما يدخل الشومبرا يغلق هو بروحه ويقرا وهو غير الكونيكسيون هذا ما كان دراسه عن المراهقه يا اخي الشباب صح دوك حنا في كما نقولوا في الجزائر الشباب تاعنا يتقلق بزاف شكون كيكون مراهق ويروح يقرا لازم ممتني الوالدين كي يبعث ولده يقرا يبعثوا شغل يهضر معاه بالحلوه يعرف كيفاش يهضر معاه كنت تهضر معاه تقول لازم تروح تقرا او كي شنو يكسر لك الدنيا كاع يعني الانسان لازم كلش بالتدريج كلش بالعقل انا نقراو شويه شيوخه من جهه وحنا من جهه الله كراف كذا ما عندكش الوقت شغل تكره تقرا تجيك واعر القرايه شغل تكره تلقى تروح تخرج مع اصحابك ما كتقول نقرا اليوم ما تقراش تخليها الغدوه من بالك وهي رايحه ما تقراش كامل الدراسه عن المراهق كاين شغل كيما نقولوا حنا من عند ربي صح تقرا في الدار بصح توصل ان سيرتان اج كيما نقولوا توصل سيام ولا ليسي يدخل قرايه ولي ما باك تكون ما تعرفش تقرا ما تحفظ دير واش دير ما تنجمش تقرا يا اخو شغل هكذا دوك حاجه كيما هذه تولي الاسره صديقهم اذا كانت الاسره مبنيه على اسس متينه الطفل الصغير ولا المراهق يكون عنده كيما نقولوا حنا عنده ديبون كاباسيتي باش يروح بعيد والعكس صحيح حنا نحبوا نقراو ماكش اللي ما يعرفش يقرا بصح كي تشوف هكذاك اللي قرا وما كاش خدمه وكذا الواحد يتاح له المورال منه والقرايه حاجه مليحه كيما الدراسه لازم في بلادنا بلاد كيما هذه لازم تقرا باش دير لافونير تاعك ودير بزاف صوالح لازم تقرا ما كاش حل البلاد هذه لازم تقرا ما كاش كيفاش دراسه لازم تبعوا دراستنا و باسكو الواحد مش يلحق وين حاب لازم يقرا ويتعلم نعود من جديد الى نقاشنا ويبدو لي اننا رانا حبسنا فقط في محور تاع قضيه المراهق ونظرته للدراسه الى اننا دخلنا بعض الاشياء دخلنا قضيه حتى هي ممكن جدا قد تبدو بانها انتقادات لكن احنا راه من باب اننا نتحدث عما هو موجود مصداق لحديث احد الصحابه رضي الله عنهم كان يقول كان الناس يسالون رسول الله عليه الصلاه والسلام عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني قال كاع كان يسقسه يا رسول الله على الخير الطاعة وكيفاش ندير قيام الليل قال أنا كنت أسأله عن الشر
صح علاش نسألوا على الشر؟ مخافة أن يدركني، خايف نطيح فيه. ولهذا قال الشاعر، قال عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير وقع فيه. قال عرفت الشر باش غير نبعد عليه، خاطر اللي ما يعرفش الشر من الخير أو يطيح فيه. وعلى هذه احنا حتى إذا كان تكلمنا على بعض الممارسات تاع الأساتذة، تكلمنا بعض الممارسات تاع الإدارة، تكلمنا على بعض الممارسات تاع الطلبة والتلاميذ، احنا مش من باب الآن باش ننتقدوا، ولا لسنا يعني احنا ماناش فاقدين عقولنا باش ننتقدوا، يعني شغل كأننا ننتقدوا نفسنا من أجل الانتقاد أبدا. احنا ماذا بينا نتكلموا على واش كاين والشي اللي راه موجود باش نصحوا هذا المسار، على الأقل في حدود مراقي اللي راهم يسمعوا فينا واللي راهم يشوفوا فينا. إذا كان صبتوا نخلوا الآن الكلمة اللي في الحصة تاع هي العليا، راح نتكلم بعض الأشياء اللي أراها أنها من الأهمية بما كان في قضية التحصيل الدراسي، ومن بعد نرجع إلى حبيتو، لأن يبدو لي كاين بعضكم راه مازال حب يقول حوايج هكذا يا راهي داخلوا، نعاودوا نرجعوا لها إن شاء الله بعد لحظات. شوف معايا الله يجازيكم، كثير من الطلبة كثير من التلاميذ يحسبوا باللي التحصيل الدراسي هي مسألة فقط أنك تروح وتشوف مع الأستاذ وتتبع مع الأستاذ ومن بعد تجي للدار تقرا، وهذا هو التحصيل الدراسي. التحصيل الدراسي فيه حاجة مهمة رقم واحد، لو كان ما تكونش متوفرة في الطالب ما ينجمش يقرا، غير يكون مهني راسه، حتى لو كان يركز في القسم، حتى لو كان يدير بزاف حوايج. هذه الحاجة اللي كانوا يشرطوها علماء المسلمين بكري بكري، علماء المسلمين ما عندهم الامتحانات، ما كاين لي بولتا، ما كاين كشوف تاع النقاط، ما كاين حتى حاجة، ما يدير لك حتى اختبار ولا امتحان. كان عنده شرط واحد باش تقرا، ما هو؟ صحيت بصح هذيك تاع تحب القرايه ماشي الاراده، كانوا يطلبوا حاجه واسمها الرغبه. فرق بين الرغبه والاراده. الاراده تعرفوا شنو هي؟ الاراده هو انك في الليل كي تشوف مثلا تشوف الكشف تاع النقاط تاعك، تشوف مثلا قال عندي علامه جبتها ماشي مليحه، نقعد نخمم في الليل نقول غدوه بربي ان شاء الله نوض هذيك الماده نقراها. هذا قرار من هنا لهنا، هذه تسمى الإرادة. الإرادة لا تمثل إلا 7% من قوة الإنسان. تعرفوا شنو قوة الإنسان الحقيقية وشنو هي؟ هي الرغبة. الرغبة اللي تمثل 93% من قوة الإنسان. حب نديرها شغل. صحيح، الرغبة الشديدة للداخل بالأحاسيس بالمشاعر بكل شيء. هذيك الرغبة يسموها علماء التربية الدافع الداخلي. الحاجة شغل أموتور، محرك يدفعك للداخل باش تروح تقرأ. هذه الحاجة الوحيدة اللي كانت تخلي العلماء تاع بكري في عمرهم 15 سنة 16 سنة 17 سنة يروح يسافر يمشي مسافات. وحتى واحد منهم اللي هو الإمام البغدادي ألف كتابا سماه الرحلة في طلب العلم، يحكي على علماء كي كانوا شباب في سنكم هكذايا، يمشي 200 كيلو 300 كيلو 400 كيلو باش يروح يجيب حديث واحد. هذا يقول لي لو كان ما كانش حاجة داخله اللي تدفعه ما يروحش. اليوم اللي خصنا احنا صحيت هذه اللي راهي تخص اليوم هذه اللي تخلي. نعطيك مثال، كثير من المراهقين اللي راهم يدرسوا والديهم عندهم صعوبه باش ينوضوهم الصباح باش يروحوا يقراوا. صح بصح لو كان ما شوفوا معايا الان بالرغبه، احنا كيما احنا اليوم نوضنا بكري. صحيت، شوف معايا الان، لو كان مثلا في الليل والديك يقولوا لك باللي غدوه رانا رايحين نروحوا المكان اللي انت تحبه، يعني راكم رايحين لبلاصه تحب، قال مثلا دار جدك إيه تروح شكون يسبقني. نجي نقول لك واحد الحاجه، تنجم هذيك الليله تنوض اكثر من 7 أو 8 مرات وتشوف في الرافاي وتلقى باللي مازالت الوحده تاع الليل، مازال ما لحق الصباح، اي زوج تاع الصباح، اي ثلاثه تاع الصباح. علاش؟ برك في الويكاند برك حنا توجو لولاني نوضو الخمسة ستة. شافت كيفاش علاش؟ لأن الرغبة صحيح. لأن الرغبة مش الرغبة ماهيش موجودة. الرغبة هذه أنا اليوم راح نمد حاجة ولا زوج باش نقويو هذيك الرغبة في الدراسة. أنا شخصيا أتعامل مع كثير من الطلبة في الثانويات، كثير من الطلبة في المتوسطات، ندير محاضرات، ندير دورات، ندير ندوات. أكثر ما أركز عليه هو الرغبة. نقول له شوف، ما تسقسينيش كيفاش نلخص، ما تسقسينيش كيفاش نحفظ، ما تسقسينيش، هادو كاع سهلين، بصح إلا ما عندكش الرغبة، لو كان نعطيك كل الوسائل تاع الحفظ، كل الوسائل تاع التلخيص، كل والله ما تدير بها حاجة. وكأننا نشريو سيارة جديدة، نخرجوها من لا ميزون، ونجيبو نعطوها لواحد عماها. واش يدير بها مسكين؟ ما عنده ما يدير بها.
الرغبة هذه مهمة جدا. شوفوا معايا الآن الرغبة كيفاش يقدر الإنسان يقويها في نفسه. خاطر يبدو لي باللي هذا راه مشكل كبير، حتى اللي راهم يشوفوا فينا من ولادنا راه عندهم هذا المشكل، راهم بزاف بزاف ولادنا يقول لك كرهنا القرايه. صح كي نقول كرهنا القرايه ما عنده رغبه. واللي انا كنت نحب القرايه واللي كرهتها. صحيت. أنا شوف انا نمد مثال بسيط جدا، نمد مثال بسيط وانا نقول الاغلبيه ما نقولش كاع، كاين بزاف اللي كاين واحد اخرين يحبوا القرايه وينوض الصباح وينوض في الليل. انا نعرف بزاف منهم، نعرف بزاف منهم. نعطيكم مثال، تخيل انت تدخل الدار على 12 جيعان. تروح تاكل. مشي تروح تاكل. تجي رايح الكوزينة، خوك يعرفك مثلا باللي تحب، قول لي واش الماكلة اللي تحبها بزاف انت؟ أنا؟ إيه. بيتزا. بيتزا، صح. خوك من البعيد يقول لك اليوم يما دارت بيتزا، قول لي كيفاش تكون رايح تجري للكوزينة؟ بصح تخيل الان تخيل الان قبل ما تلحق يقول لك لا لا ايهاب والله غير لعبتها لك اليوم، اليوم يما دارت كذا حاجه اللي انت كاع ما تاكلهاش، كيفاش واش راح دير؟ انفعل. لا واش راح يصرى لك؟ تفشل. تفشل. ممكن جد ما تلحقش كاع الكوزينه. اذا نقول لك شيخ، نقول لك واحد الحاجه، الرغبه هذيك الا ما كانتش موجوده هي اللي تخلي هذاك الطالب الصباح يركب الطوموبيل مع باباه بتشنف، يرفد كرطابه بتشنف، يرفد أدواته بتشنف، ويدخل المسجد بتشنف، ولو كان يشوف فيه أي واحد يخزر فيه بتشنف، يدخل الشيخ يعود يشوف فيه كحل، لأن قوة الرغبة مش موجودة. شو معايا قوة الرغبة باش تزيدوها كاين عدة تمارين. أنا ماذا بيا ركز غير على هذه، نعطيكم تمرين ولا زوج، واحد اسمه تمرين إدراك، والثاني تمرين لبرمجة العقل باش تولي عندي الرغبة في الدراسة. شوفوا معايا الله يجازيكم، لو كان نكون الان عندي كره واحده في يدي ونبقى نلعب بها هكذا نرميها الفوق ونشدها، احتمال سقوطها كبير ولا قليل؟ قليل. لان عندي كره واحده نقدر نشدها. لو كان ندير زوج كرات نرمي هذه ونرمي هذه ونبقى نشد فيهم، احتمال السقوط تاع واحده فيهم الان راح يكون 50%. 50% تقدر تشدهم في زوج، 50% ما تشدهمش. تخيلوا معايا لو كان ندير الان ثلاث كرات نبدا نلعب بهم في ثلاثة، احتمال السقوط لطفي يولي يولي بزاف ولا شوية؟ يولي يكبر. لو كان ندير ربعة يبدا يزيد. خليني نقول لك الآن، لو كان نقول لك الآتي، تخيل هذه الكرات هذو أربعة كرات نعطيهم الكليك مثلا، نعطيهم سفيان ونقول له العب بهم، بصح نقول له نقول له كاينة وحدة فيهم كرة زجاجية من زوجات والآخرين تاع مطاط. تخاف على تاع الزجاج؟ علي من تولي تحافظ زوجات تحافظ على تاع الزوجاج؟ علاش علاش نقول لك هذا الحاج لو كان تحت تكسر ماشي تكسر ماشي تكسر سفيان، انا نستعمل واحد المصطلح نقول الخطر كي يطيح تتشرنن. اش معنى تشرن؟ ما يبقى فيها حتى بياسه. واش تسقم فيها؟ طاحت حاجه زجاجيه واش روح جيب البالي برك وقعد تمسح فيها وخلاص بالك تفصل. ما لا خليني نقول لك واحد الحاجه اللي هي انه شوف معايا، احنا كاع في حياتنا عندنا شغل كرات اللي هي الادوار تاعنا في النهار. في النهار انت يا كي تكون تشوف التلفزيون دورك وشنو هو؟ متفرج. كي تكون تاكل دورك انك تاكل، كي تروح ترقد دورك انك راح تنام، كي تكون تقرا دورك وشنو هو؟ طيب كي تكون مع اصحابك دورك وشنو هو؟ قصر. صح. دور الصديق. كي تكون تحوس دور المتنزه. كاين ادوار في الدنيا في النهار لو كان يفوتوا يصرا والو. تخيل انت لو كان ما تلاقاش اليوم مع اصحابك تقوم القيامه؟ نعم. كاين البعض عنده تقوم القيامه. بصح تخيل لو كان الان دروسك ما قريتهمش وما لخصتهمش وما كتبتهمش في القسم وما كملتهمش. هذا الدور هذا تاع الدروس تاع اليوم شنو؟ دور زجاجي ولا مطاطي؟ زجاجي. زجاجي. دور زجاجي. واش معنى زجاجي؟ لو كان هذا العام ما تقراش مليح، ولو كان اليوم ما تقراش، لان العمليه عمليه تراكميه اليوم وغدوه واللي بعده. كي ما تقراش ما تقراش ما تقراش ما تقراش في اخر سنه واش راح يصرى؟ كي يجيك كشف النقاط واش راح يكون فيه؟ تكسر بعد ما تعاودش تسقمها. صحيت. دور يتكسر وما تعاود تسقمه. مال العاقل باش يزيد قوه الرغبه لازم يعرف ما هي ادواره الزجاجيه. انتم الان في هذا السن تاع المراهقه عندكم ثلاث ادوار زجاجيه، لو كان يتكسروا ما يطيحوه، لو كان يطيحوا ما يتكسروا ما يزيدوش، صعيب باش ترقعهم. الدور الاول وشنو هو؟ طاعة الله. صحيت. علاقتك بالله دور زجاجي، لو كان يتكسره صعيب باش ترقعه. الدور الثاني وشنو؟ صحيت. دور تاع طاعة الوالدين لو كان يتكسر ثاني صعيب باش ترقعه. الدور الثالث الان في هذه المرحله قرايتك.
قل لي الان الله يجازيكم المراهقين كاع راهم مركزين على هذا الدور ولا مركزين على ادوار واحده اخرى؟ ما لازم كاين ادوار واحده اخرى مركزين عليها. صح استاذ اسمح لي كاين مراهقين المشاكل النفسيه مشاكل عائليه ماهيش تخليهم يقراو مازال ما يعرفوا كيفاش معاك صحيح كاين بعض المشاكل في الدرس او يقراو يمسح راسو مع المشاكل هادو صحيح هاي هاي شوف معايا الله يجازيك واش تقول زميلتكم كلام مهم جدا 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 هنا كاين بعض صح بعض الطلبه اللي راهم يقراو بعض التلاميذ اللي راهم يقراو عندهم مشاكل عائليه عندهم مشاكل نفسيه ما ننكروش هذا الشيء موجود هذا الشيء موجود هادو باش تجيهم الرغبه في الدراسه انا نقول لهم الاتي هل يوجد في هذه الدنيا من عنده نفس المشاكل كيما تاوعك بصح راهو يقرا ولا باس عليه موجودين كاين اللي كثر مني عندهم مشاكل كثر مني كاين اللي يوميا يمشي 6 كيلو والصباح يمشي 3 والعشيه 3 وفي البرد وفي كذا ومع ذلك تلقاه يقرا هنايا بمعناها الانسان كي تكون عنده مشاكل واللي راه يتخليه ما يقراش يديرها حافز يديرها قوه صحيح يحولها الى حافز كيفاش يشوف كاين ناس واحد اخرين راهم اكثر مني وحققوا نتائج مليحه صح رقم اثنين كاينه حاجه واسمها الاستبدال على مستوى العقل هذه مدابيه لو كانت تسمعوها مليح باش خطر هذا يسمى قانون هذا قانون من قوانين تاع العقل كيفاش قانون من قوانين تاع العقل شوف العقل كي تركز على حاجه تعود تشوفها غير هي نعطيكم غير مثال بسيط جدا ولعل الوقت تاع الحصه راه يدركنا انا نطلب منك راح نطرح اسئله الان وتجاوبوني بصوت مرتفع جاوبوني قاعد بصوت مرتفع كلكم قاعد كيما راكم السماء في الصيف كي تكون زرقاء وتكون فيها سحابه جينيرالمون اللون تاع السحابه هذاك كيفاش يكون بيضة. اللون بيضة. لون ابيض صح اللون تاع السحابه تاع السحابه ابيض عاودوا مع اللون ابيض الملح اللون نتاعو في اغلبيه الاحيان ابيض السكر اللون نتاعو في اغلبيه الاحيان ابيض الطبيب في اغلبيه الاحيان واش من الازر يلبس اللون نتاعو ابيض الصيدلي اغلبيه الاحيان واش من اللون يلبس لا 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 يعني واش يلبس ابيض اللون نتاعو ابيض البقره واش تشرب الماء الحليب هاي زميلكم قالت الحليب شكون اللي كان حاب يقول الحليب ثاني ايوا تعرفوا واش صرا هنا لما ركزنا على الابيض 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 يطغى على دماغك كل ما هو ابيض كي نطرح انا السؤال نقول واش تشرب البقره تقول لي الحليب انت تعرف التمريع على بها قلت قاعد تعس في المال مال 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 لا لا سدرت عليه صح واش معنى هذا معنى هذا ان الطالب اللي راه يقرا لو كان يركز على المشاكل اللي عايشهم راح يبقى عايشهم غير هما بصح عنده حاجه واسمها قوه الاستبدال كي نجي باش نفكر في المشكله نقطعها تما انا نقول باللي عندي قرايتي عندي مستقبلي المشاكل اللي راهي موجوده في الاسره هذه ليها وقتها وليها شكون يعالجها انا مانيش متسبب فيها اللي تسبوا فيها يعالجوها ولا نجمت يجي وقت انا نعالجها وعلى هذه انا نقول رسول الله عليه الصلاه والسلام يقول لنا من سلك طريقا يبتغي به علما شوفوا معايا وين يروح الانسان سهل الله له به طريقا الى الجنه لو كان دير حاجه انت في راسك انك كي تخرج تروح للثانويه ولا تروح للمتوسطه وانت ماشي ربي راه يسهل لك في طريق للجنه تولي انت تشوف القرايه بنظره واحده اخرى ولا لا ديجا استاذ كي تخرج من الدار وتنوي باللي حتقرا حتدي اجر على تنوي حتدي اجر اكيد ما فيهاش حديث تعرفوا واش يصرى حتى الحوت في البحر يسبح لهذا اللي راح يطلب في العلم الحوت في البحر يسبح لهذا اللي راح يطلب العلم وعلى هذه نتمنى ان شاء الله ان ابنائنا المراهقين اول حاجه يديروها هو انهم يركزوا على دراستهم يقووا الرغبه في الدراسه وترجع الامور الى نصابها بالعقل وتتحسن العلاقه مع الاساتذه وتتحسن العلاقه مع المواد وتتحسن العلاقه مع اشياء كثيره ديروا في بالكم حاجة مهمة جدا هي مسألة الرغبة حافظوا على الدور الزجاجي اللي هو الدراسة رقم اللي بعده ديروا الاستبدال نحيوا المشاكل مرساكم ركز على قرايتك وكاين بزاف اللي راهم في مشاكل أكثر من توعك وراهم ناجحين في قرايتهم ولما لا أكون أنا من هؤلاء أنت تستطيع إذا أردت ذلك نسأل الله تعالى السداد والتوفيق الآن ستقرأ على مسامعنا أول آيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام من سورة العلق زميلتكم لميس فلتتفضل مشكورا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين. أبنائنا ممن يشاهدوننا في هذه الحصة هي العليا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد خطاكم في دراستكم. أخيرا أنصح بالآتي، شيء مهم جدا أنك ابني تحافظ على الوقت، لأن الوقت إذا ذهب لا يعود. رقم 2، الدراسة تحتاج إلى شيء يسمى العملية التراكمية، بمعنى أنه على الطالب والتلميذ أن يدرس يوميا في المدرسة وأن يدرس يوم في المؤسسة وأن يدرس يوميا في البيت. 3، الكثير من أبنائنا لا يحافظون على وسائل الدراسة، لا يحافظون على كتبهم ولا على كراريسهم. نقول لهم حافظوا على هذه الوسائل وركزوا في القسم مع أساتذتكم، واعلموا أن الله يأجركم على ذلك. إذا سلكتم طريقا إلى الدراسة والتعلم والعلم يسهل الله تبارك وتعالى لكم طريقا إلى الجنة. اللهم افتح لأبنائنا فتحا مبينا في دراستهم، اللهم يسر أمرهم ووفقهم للخير والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.